واسمح <applause> لي اضيف لك كمان يا ابراهيم يعني هي دي فكره بالظبط كنا بنتكلم امبارح فيها مع وزيره التضامن اللي كانت موجوده امبارح هنا والشركه المتحده كان من اهم الفعاليات اللي بيحاولوا ياكدوا عليها في مهرجان العالمين الجديد في نسخته التانية هي فكره الحاجات التراثيه المصريه زي منتج ديارنا على سبيل آه المثال وان احنا ازاي نحافظ على جزء من ابراهيم كان بيتكلم فيه فكره آه الحفاظ على كمان انه يبقى في الشباب المنتج ان هو اللي يفكر هو اللي يعمل المشروع بتاعه ده اللي كمان وزاره التضامن بتحاول تعمله مع الشركه المتحده في مهرجان العالمين خلال الفتره الجايه ان تدي فرصه اكتر وازاي نقدر نروج بقى للفكر المصري اللي ابراهيم كان بيتكلم عليه من خلال المهرجان ازاي نقدر نستخدم المهرجان ونستخدم رواج المهرجان في ترويج فكره انه الصناعه المصريه وترويج فكره انه الشباب يقدروا يعملوا فعل. ده حصل يا كريم على ارض الواقع عشان كده انا بدعو كل الناس اللي ما جاتش لعالمين تيجي حتى لو هتيجي اليوم وتقدر تعمل ده تيجي بدري الصبح تقضي يوم في الشاطئ حتى لو انت مش حاجز هنا في حته مش هتعرف تنزل في حاجه معاك بادجت محدوده تعالى الشاطئ المجاني اللي على اعلى مستوى هتقضي يوم زي الفل وتلاقي مكان تغير فيه لبسك وتاخد الشاور بتاعك وتطلع تتمشى في الممشى وتاكل حاجه تشرب حاجه هتلاقي اغلب البراندز اللي موجوده هنا اغلبها كلها براندز مصريه حتى على مستوى الاف ام بي الفود اند بفرج يعني المشروبات والاكل هتلاقي براندز اه عالميه موجوده وبراندز مصريه موجوده هتلاقي حاجات تقدر تشتريها من هنا ملابس وغيرها من الاحتياجات اللي ممكن تحتاجها هنا في انت العالمين الجديده او تحتاجها في اجازتك تلاقيها مصريه فكره اصلا التكامل ما بين القطاع الخاص والقطاع العام يعني فكره ان الوزارات تبقى موجوده زي ما انت تفضلت وقلت دكتوره مايا مرسي كانت موجوده امبارح فهي موجودة بتشوف الـ الـ الشغل اللي موجود والقطاع الخاص والشباب مقدمين ايه. النهارده لما اكون انا مسؤول موجود على ارض الواقع واشوف واحد من القطاع الخاص عنده مشكلة معينة لما بيقابلني فيس تو فيس ويشرح لي مشكلته وانا اسمعها منه كمسؤول واعمل تدخل سريع اصلح له مشكلته دي الراجل ده بيحس طول الوقت بالامتنان للدولة وللبلد وللمسؤول وللحكومة لان هو بيحس ان هم في ظهره عشان ينجحوه بيحس ان هم في ظهره عشان يخلوا البيزنس بتاعه ده يكبر وينمو ويبقى احسن اوتوماتيكلي ده هيعود على البلد بالنفع لان الراجل ده هيشغل ناس اكتر والصناعه بتاعته او التجاره بتاعته هتنجح فبالتالي هنفيد الاقتصاد بتاعنا دي واحده من اهم الفوايد اللي انا بشوفها في فكره وجود المسؤول على الارض ان هو يشوف الكلام بعينيه ميبقاش بس قاعد على مكتبه وتقارير بتترفع له او حاجات بيشوفها عن طريق التلفزيون ولا عن طريق السوشيال ميديا يبقى بيشوف الكلام على ارض الواقع لان اكيد هو هيشوف بعينيه حاجات والتواصل مع الناس بيبقى ليه اثر مختلف فده احنا شايفينه هنا عشان كده انت بتشوف هنا كم مشاهد تحسك ان لا في تغيير جذري في في بلدنا ومن ومك... اول بقى ان انت بت... زي ما كنت بديك كلامك ان انت بتتكلم على مكان كان صحراء ملغمه بقى مك... بقى مدينه بحيه زي ما احنا شايفينها بتشوف فيها مظاهر كتيره لتفاصيل احنا كنا بنحلم بيها بننادي بيها بنطمح اليها بنتمنى في يوم من الايام ان احنا يبقى عندنا منتجات مصريه على نفس هذه الدرجه من الكفاءه والجوده